بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 65 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. من المستمع السائل الشيخ حسن شيخو من سوريا، بعث يسأل ويقول: إذا سهى الإمام في صلاة العصر فصلى 3 ركعات ولم ينبهه أحد من المأمومين ثم سلم، فهل يصلي الركعة الأخيرة أم يسجد سجدة السهو؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إذا سلم قبل إكمال الصلاة ساهيا فإنه إذا عرف أنه قد نقص الصلاة ولو بعد السلام فإنه يقوم ويأتي بما تركه من الصلاة، سواء ترك ركعة أو أكثر، فيكمل الصلاة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل أو خرج من المسجد أو مضى وقت طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها. أما إذا كان الفصل قصيرا فإنه يقوم ويأتي بما نقص من الصلاة ويجلس للتشهد الأخير ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل. وإن سجد قبل السلام فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: صلى الإمام وعند قراءته قرأ آية فيها سجدة، فهل يسجد؟ نعم، إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة والصلاة جهرية فإنه يسجد ويتابعه المأموم، لأن السجود سنة. أما إذا كان في صلاة سرية فإنه لا يسجد، لأنه يشوش على المأمومين ويظنون أنه قد سهى، لأنهم لم يسمعوا الآية التي فيها السجدة حتى يعرفوا أن هذا سجود تلاوة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، بعض الأئمة يفاجئ المأمومين بسجوده وهم لم يدركوا السبب، فهل من توجيه يحفظكم الله؟ الإمام يقرأ جهرا ويقرأ آية السجدة فهم يعرفون السبب في هذا ويتابعونه، إنما يتأتى هذا في الصلاة السرية، ولذلك قال الفقهاء يكره سجوده في الصلاة السرية لأنه يشوش على المأمومين. السجدة ليس بلازمة إنما هي سنة، إذا ترتب عليها تشويش على المأمومين فإنه يتركها. جزاكم الله خيرا. فيما إذا ترك الإمام واجبا ولم يتنبه له المأمومون، هل يجب عليه سجود السهو أم كيف يكون الحكم في حقه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا ترك الإمام واجبا فإنه يسجد للسهو ولو لم يتنبه المأمومون لترك هذا الواجب، وقد لا يدرون عنه ولا يعلمون به، كان يترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود، فإن المأمومين لا يعلمون ذلك، لكن هو يجب عليه أن يسجد ويجب على المأمومين أن يتابعوه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا في سؤال آخر: رجل يريد أن يحج ولكنه لا يتوفر له المال في وقت الحج، ولديه زراعة يأتي محصولها متأخرا عن وقت الحج ويتوفر له المال ويكفيه ذلك المال في حجه وكذلك يكفي أسرته من بعده، فهل له أن يستلف على ذمة أن يحصل من الزراعة المال ويقضي حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزمه أن يستلف في هذه الحالة، ولكن عليه أن يرصد من غلة الزراعة ما يكفيه لحجه، فإذا جاء وقت الحج إنه يحج، وأما لو استلف فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه أن يستلف. جزاكم الله
خيرا وأحسن إليكم. من المستمع السائل الشيخ حسن شيخ من سوريا، بعث يسأل ويقول: قدمت من دمشق إلى جدة جوا وأحرمت في داخل الطيارة قبل وصولنا الميقات، وبعد وصولي جدة ولأسباب قاهرة تحللت من إحرامي ولبست ثيابي حيث نمت في جدة، وفي اليوم الثاني أحرمت من جدة، ولدى وصولي إلى مكة المكرمة طفت وسعيت دون ذهابي للتنعيم، فهل ما فعلته صحيح أم توجهوني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. ما فعلته من إحرامك في الطائرة عند المرور بالميقات هو الصواب بل هو الواجب، وأما خلعك للإحرام في جدة ولبسك للمخيطات لأنك تريد المبيت فيها فهذا غلط خطأ، وقد فعلت محظورا من محظورات الإحرام، والإحرام لا يزال عليك، لا تزال محرما، ولا ينخلع حكم الإحرام بخلع الثياب أو تعاطي شيء من محظورات الإحرام. الإحرام إذا نواه الإنسان ودخل فيه لزمه حتى يكمل مناسكه. فإحرامك الثاني في جدة وخلعك ملابس الإحرام واستبدالها بالمخيطات هذا خطأ كبير وفعل لمحظور من محظورات الإحرام، والأحوط في حقك أن تفدي، والفدية في هذا يخير فيها بين أحد ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع في الحرم، كل مسكين نصف صاع من الطعام، ويكون ذلك في مكة لمساكين الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت تقول السائلة أم ياسين تسأل وتقول: هل يجوز للمسلم أن يدعو الله ألا يطيل علينا الدنيا بمحنها ومصائبها وأن يعجل لنا بالدار الباقية؟ لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بنهاية الحياة والموت، بل على المسلم أن يدعو الله حسن الخاتمة وأن يختار الله له الخيرة الصالحة، فيقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وأحيني مدى، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وحياة المسلم خير له، يتزود من الأعمال الصالحة، وإذا أصابه شيء يضايقه فإنه يصبر ويحتسب، لأن هذه المصيبة إما تكفير لسيئاته وإما رفعة لدرجاته، فيرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، وإذا كان باستطاعته تعاطي الأسباب التي تزيل عنه المكروه من المرض والفقر والحاجة بأن يعمل الأسباب فيتعالج من المرض ويطلب الرزق حتى يغنيه الله من الفقر، ففعل الأسباب النافعة مأمور به أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: يقول البعض بأن الساعة قد قربت ووقعت بعض علاماتها، فما صحة هذا القول؟ نعم، لا شك أن الساعة قريبة، وأن علامات الساعة قد ظهر كثير منها وبقي منها ما بقي. على كل حال الساعة قريبة، كما قال الله جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على قرب الساعة، قد حصل من علاماتها الشيء الكثير، والله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها الدالة على قرب وقوعها. ولكن على المسلم أن يستعد بالأعمال الصالحة ولا يسأل عن وقت الساعة ومتى تقوم الساعة، لأن هذا شيء يختص الله جل وعلا بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا أي أحد من خلقه، يختص الله جل وعلا بعلمه، لأنه لا مصلحة للبشر في إطلاعهم عليه، وإنما مصلحتهم في الاستعداد بالأعمال الصالحة والتوبة من السيئات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. ماتت أخت لي أحبها كثيرا وأتمنى أن ألتقي بها في الجنة، فهل إذا التقينا يعرف بعضنا بعضا؟ جزاكم الله خيرا.
لا شك أن أهل الجنة يعرف بعضهم بعضا، خصوصا الأقارب على الله تعالى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، على سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يتعارف المؤمنون في الجنة والأقارب ويتحابون فيما بينهم إخوانا على سور متقابلين. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل: هل الناس في الجنة يتكلمون عن الدنيا وأهلها ويخبرون بعضهم بأن فلان قد توفي، ويخبرون أيضا عن أسباب وفاة كل منهم، أم كيف يكون الحال؟ جزاكم الله خيرا. مثل هذا السؤال ليس له كبير فائدة، ولكن أهل الجنة قد يعلمون بشيء من أحوال أهل الدنيا ما يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه، إما عن طريق الرؤيا التي تجتمع فيها أرواح الأموات مع أرواح الأحياء في المنام، يخبر بعضهم بعضا بما يجري في الدنيا، والأموات يوصون ببعض الأمور التي تقضى لهم في الدنيا وما أشبه ذلك. الله على كل شيء قدير. الحاصل أن أهل الجنة قد يعلمون، أو أهل الآخرة، أهل البرزخ سواء أهل الجنة أو غيرهم، أهل البرزخ قد يعلمون بشيء من أحوال أهل الدنيا، ويتحدثون فيما جرى عليهم في الدنيا، كما قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا، يعني في الدنيا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، يعني في الدنيا، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فهذا تساؤل وتحدث فيما جرى لهم في الدنيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة القريات رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاسين البلوي، يقول: نذرت والدتي نذرا على إثر مرض لإحدى بناتها، وقالت: سوف تذبح كل أضحية خروفا. وشفيت البنت ولله الحمد من هذا المرض، ومر على شفائها حوالي 22 سنة وهي لم تذبح بهذه السنين، وبدأت بالذبح في عام 1415. والآن تسأل: ما حكم السنين الماضية إذا كانت ناسية للنذر أو كانت ذاكرة له؟ جزاكم الله خيرا. هذا النذر دين في ذمتها، إذا كانت تريد أنها تذبح كل سنة أضحية، نذرت أن تذبح كل سنة أضحية، فإن هذا يلزمها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فهي أوجبت على نفسها الأضحية كل سنة، يجب عليها أن تذبح. إذا مضى عليها سنين وهي لم تذبح، فعليها أن تقضي السنين التي مرت، تذبح عما فات، وتجري عليه ما تجري في الأضاحي من الأكل والتصدق والإهداء من لحومها، وعليها مع قضى ما فات أن تكفر كفارة يمين عن التأخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان رسالة بعث بها المستمع فرح، يقول: في قريتنا يكثر السفور ولا يتستر النساء كما ينبغي، فما هو الواجب علينا أن نفعل، ولا سيما إذا كانت ألبستهن شفافة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكم أمران: الأول إنكار هذا المنكر، وأمر النساء بالتستر واللباس المحتشم، خصوصا أولياء أمور النساء وأهل الحسبة وأهل السلطة وسائر المسلمين، يجب عليهم أن ينكروا هذا المنكر كل بحسب مقدرته. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يجوز السكوت على المنكر، وهذا منكر عظيم، سهور النساء وإبداء مفاتنهن، هذا منكر عظيم ويجر إلى شر وإلى فساد أخلاق وتهتك، ويسبب دمارا وهلاكا لأهل البلد. الأمر الثاني: عليكم بغض البصر. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات
يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالواجب غض البصر وعدم التطلع إلى العورات لا سيما في البلاد التي يكثر فيها العري وعدم التستر، وكذلك يجب تجنب المواضع التي تكون فيها مظاهر فاتنة، تجنب هذه المواضع والابتعاد عنها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل الإنسان إذا اكتفى بورد معين كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة في اليوم هل له ذلك أم توجهونه إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الورد المعين في الصباح والمساء يرجع فيه إلى المراجع الصحيحة من كتب الحديث وكتب الأذكار، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، ومثل كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم، ومثل كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية. يؤخذ من هذه الكتب الأذكار التي تقال في الصباح والمساء والأذكار التي تقال في الأوقات المعينة شرعا والأحوال المعينة، كلها مفصلة في هذه الكتب. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة وفيها فضل عظيم، ولكن تحديدها ب100 مرة أو بأقل أو بأكثر هذا يحتاج إلى دليل. الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة عليه بدون أن يحدد هذا بعدد. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، فهذا خير كثير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أراد الإنسان أن يتزوج بزوجة ثانية، فهل يجب للزوجة الأولى أن يحضر لها مثل ما أحضر للعروس الجديدة أم بماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. هذه أمور يرجع فيها إلى العرف والعادات الجارية في البلد، لأنه لو خالف العرف والعادة الجارية في البلد لحصل من جراء ذلك شر بينه وبين زوجته، فيرجع في هذا إلى العرف ما لم يكن هذا العرف محرما. ما دام أنه عرف لا يتنافى مع المشروع فإنه يتمشى عليه حسب استطاعته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا في الله مقيم بحائل يقول: علي عبد الحميد يسأل فضيلتكم عمن يعطي صاحب الزرع مبلغا من المال على المحصول قبل أوانه على أن يشتريه بمبلغ أقل من حقه بما يعادل 30%، وذلك لاحتياج صاحب الزرع، هل هذا المبلغ يعتبر حلالا أم أن فيه شيء؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، وهذا ما يسمى بدين السلم، بأن يقدم التاجر دراهم، يقدم التاجر دراهم إلى المزارع يتوسع بها المزارع، وإذا حصد زرعه يقدم صاحب الدراهم حبوبا أو ثمارا من محصول مزرعته. هذا ما يسمى بدين السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن الذي هو الدراهم، تأجيل المثمن الذي هو الطعام أو الثمر الذي يحصل عليه المزارع. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. المهم انضباط الشروط والمواصفات، بأن يذكر بأن يكون رأس المال معلوما ويكون الدين معلوما بمقدار معلوم الكيل أو الوزن، ويكون الأجل معلوم، وتكون صفات المسلم فيه معلومة، يكون المسلم فيه مما ينضبط الوصف، فلا بأس بذلك. وهذا ما يحتاجه الناس في تعاملهم وفي مزارعهم وفي أحوالهم وحاجاتهم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس فيما يروى عنه: نزلت هذه الآية في دين السلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على
تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.